أنت هون؟ يلا يوق، قلع من البيت بسرعة. يلا، لما تتقلع وتصير وحيدة وما في حدا يساعدها رح نحول كذبتنا لحقيقة ويصير اللي ببالي. أنا من قبل حطيت صبغة الزواج على جبين كهاني. إيه طيب، شي لليوم ابني؟ ليكك هلأ عرفت الحقيقة ومش الحال، إيه؟ من هداك اليوم أنا وكهاني في إلنا حقوق على بعضنا، بحاضرنا وحتى بمستقبلنا كمان. بس رغم هيك ما كان عنا حق على بعضنا بماضينا. لهيك أي شيء صار بماضينا ما لازم نخليه يدمر حاضرنا. أنا نسيت ماضية وبلشت حياة جديدة مع حبيبتي كهاني، لهيك ما كتير فارقة معي هلأ شو صار بالماضي تبعها من قبل. لك أنا كنت بماضية، مو همك هالشي كمان؟ لا، أنا ماني منزه عن الغلط ولا ملاك، أنا إنسان عادي. لهيك أول شي عصبت لما عرفت بقصتك معه وفكرت كهاني سيئة وإنه هي خانتني. بس في مرة التقيت بشخص وقال لي بعمرك ما تاخد قرار وقت تكون معصب، لأنه بيكون غلط دائماً. انطور لحتى تهدى وتروق وفكر على مهلك واسأل قلبك قبل الكل. وأنا هيك ساويت، نطرت لحتى هديت ورقت وسألت قلبي قبل ما أسأل أي حدا، يا ترى لو أنا كنت مكان كهاني بهي الحالة هي كانت رح تسامحني ولا لا؟ جاوبيني، لو غلطت نفس الغلط شو كنتي عملتي وقتها؟ كنت اتضايقت كتير طبعا وزعلت منك، بس ما كنت تركتك أبدا. أنا كمان متضايق كتير هلأ وزعلان منك، بس مع هيك ما رح اتركك. غريبة، معقول ما عضل في قيمة لسمعت البنت عند الرجال ابدا؟ معقول لك صار الرجال يسكت على غلط مرته لو بقول لك كمان بحبك؟ ايه ستي، ما بعرف شو قصدك من هذا الحكي، بس بعرف منيح كيف رح كون مرتاح بالحب. الحب احلى شعور منعيشه ومنحصل عليه واهم شي منلاقيه بحياتنا. وكهاني رح تبقى حبي الحقيقي، ولانه الحب جزء من حياتنا ويمكن يكون حياتنا كلياتها،
أنا ما رح أتخلى عن حبي أبدا. أنا بحب لكهاني كتير، وكهاني مرتي، لهيك الأخطاء وماضيها بخصوني أنا لحالي وبس. جن الصبي. إذا كهاني غلطت من قبل فهذا الغلط كان من الماضي، وأنا من قلبي مسامحة عليه. بما أنه هي غلطت بالماضي فخلص أنا مسامحة على كل شيء. كهاني كانت ولساتها حبيبة قلبي. وما رح أسمح ضيعها من بين إيدي أو تروح لأي مكان بس. وهذا كل شيء عندي. حدا عنده شيء يحكي؟ تمام. دولي. نعم. حضري لنا الشاي. انتبهي لا تحطي زنجبيل، لأنه شكله كتر الزنجبيل بالشاي بيضرب على الراس. خليه شاي بالقرفة. اليوم حابب اشرب الشاي بالصالون مع مرتي والعيلة كلياتها. جونجان؟ معقول تشرب شاي لحاله؟ عندي فكرة. دولي ساوي كيك ووزعي على الجيران. كانت الناس قبل تدور على البنت المرباية وتسأل عنها منيح كمان، وبعدين يقبلوا فيها. بس السيد يوغ دوروا بالأخير جمعوا هاي الرقاصة، هو ما لقى غيرها. برافو يوغ. تتذكر؟ بعمره ما حدا علمك الصح من الغلط من أنت وصغير. وكهاني مرتي، لهيك الأخطاء وماضيها بخصوني أنا لحالي وبس. جن الصبي. إذا كهاني غلطت من قبل فهذا الغلط كان من الماضي، وأنا من قلبي مسامحة عليه. بما أنه هي غلطت بالماضي فخلص أنا مسامحة على كل شيء. كهاني كانت ولساتها حبيبة قلبي. وما رح أسمح ضيعها من بين إيدي أو تروح لأي مكان بس. وهذا كل شيء عندي. حدا عنده شي يحكي؟ تمام. دولي. نعم. حضري لنا الشاي. انتبهي لا تحطي زنجبيل، لأنه شكله كتر الزنجبيل بالشاي بيضرب على الراس. خليه شاي بالقرفة. اليوم حابب اشرب الشاي بالصالون مع مرتي والعيلة كلياتها. جونجان؟ معقول تشرب شاي لحاله؟ عندي فكرة. دولي ساوي كيك ووزعي على الجيران. كانت الناس قبل تدور على البنت المرباية وتسأل عنها منيح كمان، وبعدين يقبلوا فيها. بس السيد يوغ دوروا بالأخير جمعوا هاي الرقاصة، هو ما لقى غيرها. برافو يوغ. تتذكر؟
بعمره ما حدا علمك الصح من الغلط من انت وصغير. شو يلي غيرك هلأ؟ لأني كبرت يا جونجان، بس انتي عايشة بأيام الطفولة. حماتي سكتت لك على قلة أدبك كتير، فكرت حالي عم بحلم لهيك تحملت، طلع العكس. لهالدرجة طلعت بلا كرامة؟ ها؟ مثل الخلخال برجلة وما بتحسن تفارقها ولا ثانية؟ بس أنا في عندي كرامة، لأني بكون ابن أمي، أمي يلي ترك أبي، بس لهلا هي بتحبه من قلبها رغم كل هاي السنين، وبتصون كل شي متعلق بعائلتها وحافظت على أولادها كمان. كيف بدك أترك يلي بحبها؟ احكي يا ريت أخي تعلم شوية وفا منك. استنى لحظة، كنت عم أقول لحالي ليش ما حدا سألني عن رأيي بكل شي صار؟ مبين الكل نسياني كتير هيك، بس هلأ لحالك ذكرتني صح؟ وبما أنك جبت سيرتي صار فيني أدخل بهذا الحديث؟ اسمع لك، أنا مثل أمي تماماً، مو ابن الجيران ولا جاي من الشارع، أنا أخوك، وكمان بعرف منيح مثل أمي كيف انتبه على عائلتي، صح يا أمي؟ روناك معه حق بكلامه هلأ يوغ. إيه عن جد أختي الكبيرة حكي صح ما؟ إيه حماتك رضيت عليك يا ولد، كمل الكذبة. أنا بعرف إني غلطت يا أختي الكبيرة، بس صدقيني أنا عطيتها مصاري لإلها. إيه وطلبت منها وترجيتها تروح للمشفى وتساوي عملية إجهاض لإنقذ سمعة العيلة، بس أنا لهلأ ما فهمت ليش هي تراجعت بآخر لحظة. لا وطلعت علي بالعالي قدام الكل. صهري روناك كتير خبيث وشكله كفى معي بالكذبة. حلو لنشوف شو رح يكون موقفك يا رقاصة. مسكينة يا كهاني كيف ظلمك، هذا حتى إذا بيشوف ابنه قدامه بيبدي مصلحته بكل أم عن ابنه وكل أهله. زواجي منه كان أكبر غلط ارتكبته بحياتي، بس هذا نصيبي، وطلاقي منه هلأ هو أفضل قرار رح يصير بحياتي. يا جماعة ليش عم تطلعوا فيني؟ معقول استغربتوا هذا الحكي؟ طيب يعني بشو لازم احلف لحتى تصدقوا هذا الكلام؟ انا اخذت كهاني على المشفى لحتى امحي اثار هاي الفضيحه واحمي اسم العيله، بس هي الحق عليها. هذا الحقير اكبر كذاب شفته بحياتي. وسخ. امشي كهاني. أختي الكبيرة عم تخطط لشي كالعادة، وأنا دعمت حكي قدامهم بلا ما أفهم القصة. أنا مو غريب عنها ولا عن حركاتها، الكذبة اللي رميتها قدامهم كلياتهم إجت مكانها، لهيك رح توقف معي. الإيجابي بهالموضوع أنه بعد كل هالمشاكل إجا مين يشغلهم عني. لنشوف آخرتها مع يوغو كهاني. شو يا مرتي الحلوة؟ صح رجلي مكسورة وكتير ضايقتني، بس دماغي شغال. شو مشان إجهاضها لك هاني؟ شو القصة يا روبا؟ أنا اللي رح أقلك. مع إنك مشيت بالكذبة تبعنا لحالك من شوي وما خيبت لي ظني بذكائك وسرعتك، أنت كتير صاير لماح روناك. ما عم قلك هالحكي لتفرح بحالك. بعدين أنا اللي طلبت من روبا إنها تتهم كهاني بالإجهاض يا فهمان. آه؟ وهلأ إجا الوقت لحتى نحول هالكذبة لحقيقة. منحولها، شوفي ورانا. على فكرة كل يوم عم اكتشف فيك شي جديد،
بس هلأ بدي اياك تفهميني كل شي حتى أعرف بالضبط شو مطلوب مني، ومع الوقت رح أثبت لك أني بستاهل ثقتك فيني، ورح كون قد هاللعبة ضد الرقاصة اللي دخلت على عائلتنا. هلأ يوغ الواعي عم يقول بكل ثقة أنه مو فارق معه كل هذا الحكي. إيه بس ما في مشكلة، رح خليه غصب عنه يهتم، لأنه ما في رجال بهالدنيا ما بيغار من هيك قصاص. بغض النظر عن محبتك لإلي، لطالما اعتبرتك أختي ورح تضلي هيك بالنسبة إلي. أنا ما فيني أعمل هيك، أنا ما فيني أظلم كهاني. ولك أنت مجنونة يا مرة؟ ها؟ شو ما سمعت الحكي اللي قالته أمك؟ على الأقل فكري بأختك جونجان اللي ظلموها وأهروها كتير. احكي لك شي كلمة. أنت يا روبا بنتي ورح تسمعي الكلام اللي أنا بقوله، وإلا حسابك رح يكون عسير. حاجة تاخدي لي دور الإنسانة الطيبة، لأنه كهاني ما بتستاهل. وإذا مصرة تكسري لي كلامي، أنا وقتها رح أقلعك. بدك تفكري بحالك وبلا دور الملاك اللي أخدتيه، لأنه مو لابق لك. واعتباراً من اليوم رح تنفذي اللي بقلك عليه. عم تفهمي علي؟ أنا بدي إياك تسامحيني. على شو يو؟ على الكلام يلي حكيته بالمستشفى، والأسئلة يلي سألتك إياها. ما كان لازم أحرجك هيك. لا ولا يهمك، بعرف ما كان قصدك واللي صار غصب عنك. لا تحكي هيك كهاني، أنا بكرهها لهي الأفكار المتخلفة. بغض النظر مين الغلطان، دائماً الحق بيكون على البنات. البنت هي المتهمة ولازم تضل عم تدافع عن حالها. هي النظرة تبع المجتمع ما نصح، مو عدل نفكر هيك. نحن كلياتنا رح نضل نغلط وما لنا ملائكة. هي النظرة فيها ظلم كبير، وعطول بتضل البنت مظلومة بالمجتمع. ما في شي بيميزنا لحتى نصير نحاسب البنات على كيفنا. وإذا يعني رجال، يمكن أساس هالظلم سنين وعصور قديمة، ورح يبقى إذا ما أخذنا موقف. إذا هي الأفكار سائدة مو معناها أنها صحيحة. بدنا نغير تفكيرنا، لأنه كله غلط وقاسي كتير. بهي الطريقة عم نغيب عقلنا ونصير متخلفين أكتر. كهاني أنا ماني هيك، كل حياتي كنت شخص حر، ما بسمح لحدا يصادر لي عقلي من صغري هيك. ماضيكي خلص راح. وأنا عن جد بيهمني حاضري ومستقبلي معك وبس. وأكيد عيلتي رح تناقشني ورح تعترض على قناعاتي، بس أنا ما بيهمني حدا طالما أنت جنبي. رح حارب كل الدنيا، أنت الأغلى على قلبي. وبلاكي هي الحياة ما لها طعمة، وبوعدك بعد اللي سمعتيه منه أني رح ضل معك وما رح أتخلى عنك. ولو شو ما صار، لا تصدق أنه ممكن حدا يأثر علي، بالعكس أنا رح غير. هر دوپهري پیر گهري اور ہوت جائے رے سانجھ آئی غم اٹھائی رات آسلائی رے بھیگی سرینوں میں آسو ہے نینوں میں تحفہ ہے تیرا بلم با بغض النظر عن يلي حكوا،
ما في داعي تنزعجي وتضايقي حالك. صدقيني كل شي رح يكون منيح بعد فترة. كل واحد منهم بيساوي اللي بيريحه. أنا وياكي صرنا واحد ورح نضل هيك كل عمرنا. في شي؟ فكرت الأستاذ يوغ رح يبعد عنا ويقلعها بعد اللي صار، بس يبدو إنه عم يقرب منا أكتر. شايفة هاد الحكي بعيني، لهيك ما في داعي تقولي. يلا روحي على شغلك لشوف. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.